안녕하세요. 야 هلا مرحبا يا ابراهيم. اهلا فيكي مديحه. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ الحمد لله مديحه، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. يا ابراهيم ممكن تعرف عن نفسك للمتابعين؟ هانغورو. هانغورو هي ولانا عشان هيني كوريا. اوكي. 안녕하세요. 저는 이브라힘입니다. 요르단에서 왔습니다. 한국에서는 뭐 해요, 그럼? 한국에서 공부하고 있습니다. 어디 대학교에서 공부해요? 네. 그럼 한국에 산 지 얼마나 됐어요? 4년 됐습니다. 4년이요? 네. 이브라힘 어떻게 이렇게 한국어를 잘해요? 아니요, 장학인이. 한국어 공부했어요? 네, 한국에서. 혼자 한 거예요? 혼자 아니고 대학교에서 2년 동안 한국어를 공부했습니다. 엄청 잘하네. 아니요. 근데 왜 이렇게 양아치처럼 얘기해요? 아랍어 할 때는 공손한데. 야. 이브라힘. 이브라힘 아랍 사람들 사이에서 엄청 유명하잖아요. 그 막 한국 일상 같은 거 찍어가지고 유튜브에 올리잖아요. 맞아요. 그것 좀 소개해 줄 수 있어요? 오케이. 너 انا لاني بصور فلوجات في كوريا للي ما بيعرفني انا اسمي ابراهيم الخطيب من الاردن طالب بدرس في كوريا الجنوبيه وكمان عندي قناه على اليوتيوب فمديحة حابه تحكي لكم انه انا رابط قناتي موجود في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف فاللي حابب يشوف القناه اهلا وسهلا فيه. اليوم سنتعلم كيف نرتب الجملة خاصة نتعلم كيف نحدد فاعل أو مبتدأ في الجملة وكذلك باستخدام هذا سنتعلم كيف نقول ما اسمك أو ما اسمك واسمي هذا باللغة الكورية. قبل ما نتعلم هذا يلا نشوف الفيديو متعلق بيان هذا وأتمنى منكم تركزوا على الجزء فيه خط أحمر عشان سنتعلم عن هذا. 안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 제 이름은 담비예요. 이름이 뭐예요? 제 이름은 칼리드예요. 어느 나라에서 오셨어요? 저는 이집트에서 왔어요. 학생이세요? 네, 저는 학생이에요. 저도 학생이에요. 만나서 반갑습니다. 또 만나요. 이브라임 그러면 은는 문법은 언제 써요? في قاعدة إنن نستخدمها لما نركز على الخبر أو الفعل. 그리고 이가 문법은 또 언제 써요? وقاعدة إيغا نستخدمها إمتى لما نركز على المبتدأ أو الفعل. 아 그러면은 은는 언제 사용하는 거예요? قاعدة إنن نستخدمها حسب المقطع الصوتي يعني لما تيجي تحكي بالكوري في مقاطع صوتية ساكنة وفي مقاطع صوتية متحركة. ان بنستخدمها لما يكون المقطع الصوتي ساكن نن بنستخدمها لما يكون المقطع الصوتي متحرك ونفس الاشي بنطبق على قاعدة اي غا غا بنستخدمها لما يكون المقطع الصوتي متحرك واي بنستخدمها لما يكون المقطع الصوتي ساكن مضبوط مضبوط ياتم ياتم كثير منكم ببعث لها على الخاص او بكتب لها في الكومنتات مديحة كيف مثلا انا بدي احكي اسمي او اعرف عن حالي اوتون ايرم يردلو فاطمة فاطمة ريم ريم طيب لما واحد مثلا بده يسألك يجي عليك ويحكي لك ريمي مويو نحكي مثلا اللي بده يسألها البنت اللي راح مثلا مديحة تسأل بنت البنت هاي اسمها ريم مديحة راح تسألها ريمي مويو ريم ايش راح تحكي لها؟ تشي ريمين ريميايو أو تشونن ريميايو عرفتوا الفرق؟ شكرا لك مديحة على الاستضافة. عفوا انا اشكر اكثر. واذا عندكم اي سؤال اسالوا مديحة في الكومنتات. فهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى فيديو اليوم عجبكم زي ما بنحكي بنهاية كل فيديو. خليك ايجابي. خليك ايجابي. سلام. سلام. اليوم يا زيو.